الناس اللي عملت مشروعات صغيرة ونجحت. اجمعوا معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، عايزين نعرف قصص نجاحكم، عملتوا ايه، بدأتوا ازاي. ده سؤال النهاردة اللي كان موجود على صفحتنا على فيسبوك، وبصراحة يعني عدد كبير جدا من التعليقات الإيجابية والجميلة اللي فعلا فعلا بتفتح النفس. خلينا نبدأ بتعليق ربما خارج الصندوق شوية. الأستاذ جمال مختار عبد المولى بيقول: صباحكم خير من سوهاج. السؤال بيخاطب اللي عمل مشروع صغير ونجح. الأفكار كتير ولكن ما باليد حيلة، الإمكانيات حائل كبير، أنتوا عندكم حل؟ عندنا حل، عندنا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عندنا بيديك فورمات جاهزة يعني دراسة جدوى جاهزة، بيقول لك اتفضل طبق وتفضل مول وتفضل. احنا الريس رصد 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات، عندنا اكتر من جهه بتدعم، وزاره الاستثمار، هيئه الرقابه الماليه، عندنا البنك المركزي، عندنا اكتر من جهه داخله في هذا الامر غير جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه. اعتقد كل دي اجابات مهمه جدا، سر شويه بس على جوجل هتلاقي كلام حلو. استاذه نهاد الجندي بتقول: صباح الخير على اجمل برنامج، صباح الخير عليكي، وهي من الشرقية، صباح الخير عليكي وعلى كل أهل الشرقية. أنا فتحت أنا وجوزي محل سمك صغير. جميل. وكان فضل الله علينا عظيم، المحل دلوقتي بقى أحلى محل في مركز منشأة أبو عمر كلها، وده من فضل ربنا طبعا، لأني واقفة معاه إيدي بإيده والحياة مشاركة. يعني أنا إحنا مبسوطين أنه مشروعكم نجح، وهو وحنيجي ناكل من عنده أكيد إن شاء الله. جيهان المصري طب فان لصفحتنا: صباح الخير عليكم من الإسماعيلية، أخباركم إيه؟ المشروع اللي بتمنى أعمله وعندي حافز كبير أعمله هو مشروع مشغل خياطة مفروشات، وتكون العاملات فيه من الستات المعيلات والأرامل والمطلقات، بدل ما ينتظروا حد يعطيهم يكون الأفضل إن هم يكونوا منتجين، فأنا بإذن الله هعمله لأنه مشروع هيخدم أكتر من أسرة. أشكرك جدا، في فورمات جاهزة لدراسة جدوى على الحاجات دي على الإنترنت، وفي أيضا في جهاز مشروعات جوجل يا جماعه، بس شويه بحث على الانترنت بدل ما احنا بنكتب، ما احنا بنعرف اهو السوشيال ميديا، هتلاقوا كلام حلو قوي. استاذه دعاء امير بتقول: انا بفضل الله خططت الاهداف كتير والحمد لله وصلت ليها، والاهداف ما بتخلصش، لازم اكمل باذن الله. متع الحياه في العمل والجد للحصول لاعلى او على اعلى الاهداف. طبعا انت كلامك صحيح، لكن احنا عايزين نعرف كانت ايه اهدافك وصلت لايه، يعني ايه الاهداف اللي انت حطيتيها وقدرتي توصلي لها عشان تكوني مصدر يعني الهام لشباب كتير يمكن بيتفرجوا علينا دلوقتي ومش عارفين يبتدوا منين. محمد صفوت الكشكي عامل يعني كومنت هايل جدا، يعني اعتقد ان هو ده فعلا هو اصل المواضيع. صباح الخير عليكم وعلى شعب مصر العظيم، انا ابتديت اعمل عصا المكنسه اللي هي عصايه المقشه، عملتها في البدايه يدويا من الخشب، وكان المشروع صغير، اكيد هو كان بيجيب المقشه يعني حته البلاستيك وبيجيب دي يركب دي، كان المشروع صغير في الاول. الحمد لله عرفت النهارده معلومات اكتر عن المشروع، فتحت مصنع بمكن تصنيع وخراطه، واصبح عندي النهارده عندي مصنع صغير لعصيان الخشب بتاعه المقشات بكل محتوياتها الحمد لله. ده نموذج بدا صغير ونجح بفكره صغيره، رغم ان هي فكره ربما تبدو يعني ان هي فكره صغيره جدا، بس نجحت يا بس. حقيقي.